ممكن تعرفنا بنفسك؟ دكتور عمرو الشورى المنسق لإعلام الحركة الأطباء بالحقوق القوارب. دكتور عمرو، إيه رأيك النهاردة في الإقبال الضعيف على الجمعية العمومية لنقابة الأطباء؟ والله ده كان شيء متوقع في ظل إن الناس مش جاية لقضية معينة، إن الأساس في الجمعية العمومية دي الانتخابات، والناس مش مهتمة بالموضوع ده حاليا بسبب الأزمة السياسية اللي فيها البلد والانتكاسة اللي في البلد حاليا، فده كان متوقع ان الإقبال يبقى ضعيف. في رأيك ده ممكن يأثر على الإقبال في الانتخابات التجديد النصفي المقبلة في خلال أسبوعين؟ طبعا غالبا هيبقى الإقبال ضعيف، هيبقى أضعف من 2011، أقل من نصها كمان، يعني أقل من نص اللي حضروا في انتخابات 2011 غالبا متوقع هيكون أقل من نص العدد هيحضر بسبب الأحداث السياسية وبسبب خوف الناس وبسبب الخطاب الإعلامي اللي موجود في التلفزيونات والخطاب الإرهابي مش الإعلامي اللي موجود في التلفزيونات وفي الشوارع. احنا شفنا بيان توقيع حضرتك كان اول توقيع لي بعنوان لن نصمت ولن ننحاز، كان بيتكلم على تخاذل النقابة العامة للأطباء والحركات الطبية الكبرى كما كان يقول البيان. ممكن تكلمنا التفصيل اكتر حوالين البيان ده؟ احنا من الفترة من تقريبا من شهر 6 اللي فات حتى الان حصل انتهاكات عديدة للأطباء، سواء الأطباء النقابيين اللي تم اعتقالهم وتلفيق تهم سياسية ليهم، أو الأطباء اللي في المستشفيات الميدانية اللي تم قبض عليهم أو تم قنصهم في المستشفيات الميدانية والاعتداءات اللي حصلت على الأطباء، بالإضافة إلى بعض الأطباء اللي تم القبض عليهم في أثناء تظاهرات أو غيره. كان في صمت غير مبرر من الحركات الطبية اللي دايما كانت معودانا انها تكون صوت الأطباء. طبعا النقابة كان فيها انحياز كالمعتاد، كان دايما منحازة لفصيل سياسي معين ودافعش غير عنه ونسي عن الأطباء كلهم، والاتنين مع بعض نسيوا حاجة مهمة جدا، ان واجب العمل النقابي مش بس الدفاع عن الأطباء والمهنة والتعسف الإداري، ولكن الحفاظ على حرية الأطباء سواء سياسية أو سواء شخصية. يعني النقابة بتدافع عن المفروض تدافع عن الأطباء في كل شيء وعن حرياتهم وعن حقوقهم. طيب بالنسبة كان في البيان الثاني برضو التوقيع حضرتك كان من توقيع الناس الأوائل عليه بخصوص المحاكمات العسكرية للمدنيين ورغبة الأطباء أن يقوم نقيب الأطباء دكتور خير عبد الدايم برفض المادة ديت في الدستور الجديد، ممكن برضو تكلمنا عن البيان ده؟ طبعا المحاكمات العسكرية الظلمة طالت كل الشعب المصري وبما فيهم الأطباء، وعندنا المثال المشهور الأطباء العريش اللي تم القبض عليهم من أثناء عملهم في مستشفى العريش وتلفيق تهم ليهم، وللأسف كمان الموضوع تطور لدرجة أنهم طلعوهم صورهم في التلفزيون كأنهم مذنبين، وفي النهاية المحكمة برأتهم من التهم الظلمة اللي كانت ضدهم. طبعا القضاء العسكري قضاء غير مستقل، قضاء يتبع لرئيس الأركان وغيره، وكل أحكامه أحكام ظالمة وفوش حتى درجات من الاستئناف أو غيره. فالأطباء نالهم من الحب جانب، من الظلم جانب مش من الحب جانب في المحكمات العسكرية. وطبعا النقيب الأطباء عين في لجنة الخمسين كما عين قبل كده في مجلس الشورى وكما عين في لجنة التأسيسية الأولى في 2012 في الدستور 2012 بصفته أنه نقيب للأطباء مش بصفته الشخصية أو بصفته العلمية أو أي صفة أخرى، فبالتالي هو لازم يقول صوت الأطباء مش رايح عشان يقول رأيه. طبعا أنا كنت طبعا متابع في 2012 الجلسات المعلنة بتاعت التأسيسية، طبعا كان الدكتور خير عبد الدايم كان أداؤه أقل من المتوقع، بالعكس كنت شايف إن هو مش فاهم هو بيتكلم في إيه في بعض الأماكن، حتى في مادة الصحة ما كانش عارف يوضح الرأي ولا الصوت، وانتجت في 2012 تم إنتاج دستور ضعيف او دستور غير جيد، وخاصه انا هتكلم على ماده الصحه بس، وفي 2013 لازم الدكتور خير عبد الدايم يقول صوت الاطباء مش صوته هو، ولازم يقول لا للمحاكمات العسكريه للمدنيين. طيب بخصوص حضرتك كنت عملت توثيق لاحداث الاعتداءات اللي حصلت على المستشفيات المدنيه والاطباء من حوالي 3 شهور او 4 شهور، و
كانت عمل تقرير لتقصي الحقائق، هل حصل اي تطور بالنسبه للتقرير دوت او في اي جهه ابتدت تحقيق من جهات التنفيذيه في الدوله؟ مفيش اي جهه طبعا بدات تحقيقات. كل اللي حصل ان بعض الجهات المجتمع المدني والجهات الدوليه اخذوا من التقرير ده واستشهدوا بيه واخذوا منه معلومات زي هيومن رايتس ووتش وكذا منظمه ثانيه، ولكن الجهات الامنيه او جهات التحقيق في مصر ما حدش اي حد اخذ بيه. طيب في رايك يا دكتور عمرو ايه الخطوه المفروض تتم بالنسبه للعمل النقابي الاطباء حاليا بصفة حضرتك واحد يعني من النشطاء والمهتمين بالعمل النقابي بشكل عام؟ احنا عندنا مشكلة كبيرة في الوعي، محتاجين الوعي الأطباء يرتفع في الفترة الجاية ويعرفوا ايه حقوقهم وايه واجباتهم ويعرفوا ايه دور النقابة، وان النقابة تعود للدور الأساسي ليها مش تقديم الرحلات والدورات العلمية، ولكن دفاع عن المهنة ودفاع عن حقوق الأطباء الشخصية والسياسية وكل حقوقهم بشكل عام. شكرا لك يا دكتور عمرو.